الطيور من الأجهزة الحيوية جدا، واللي بيعتبر بمثابة مؤشر المكسب والخسارة في قطعان التسمين المختلفة. ليه بنقول كده؟ لأن طول الأمعاء تقريبا بيبقى حوالي 50 60 سنتي، ده الطول الفعلي بتاعه، ولكن الأمعاء بيبقى فيها فولدنج، بيبقى فيها ثنايات، وفيها أيضا مايكرو فولدنج، وبالتالي المساحة الفعلية للأمعاء بتبقى تصل إلى عشرات الآلاف من الأمتار إذا ما قيست تحت الميكروسكوب. وبالتالي هنا الجهاز المعوي ده هو المفتاح المكسب والخسارة في دايما قطعان التسميد. عشان نضمن معامل تحويل جيد، وعشان نضمن امتصاص جيد للطعام، وعشان نضمن معدلات نمو سريعة، لازم يكون الجهاز المعوي ده ما فيهوش مشاكل صحية تؤثر عليه. الجهاز المعوي من ضمن مكوناته الانتيرو سيلز، او اللي هو الخلايا بتاعته الانتيرو سيلز، والانتيرو سيلز دي عليها خملات. هذه الخملات بتبقى هي بمثابة المؤشرات او الادوات اللي بتؤدي الى حسن الامتصاص او سوء الامتصاص. اذا كانت الخملات بتاع الطيور دي كويسة وجيدة، بتبدأ تمتص اكبر كمية من الغذاء المهضوم واكبر كمية من السوائل، وبالتالي الفضلات اللي هتبقى نازله هتبقى جافه وما فيهاش غذاء غير مهضوم، يبقى تقريبا كل الغذاء مهضوم. عمليه الهضم بتتم في الامعاء عن طريق جزئين، الجزء الاولاني في عن طريق الانزيمات التي تفرز من الكبد والبنكرياس والعصارات المراره، كل ده مهم جدا في عمليه الهضم. ولكن في ايضا جزء ثاني بيتم هضم عن طريق البكتيريا النافعه، وده بيتم في الاعورين بتاع الطيور، بيحتاج منسوب اكسجين اقل، وبيحتاج مستوى عالي من الميكروبات الغير هوائيه اللي هي بتعيد هضم الغذاء الذي لم يتم هضمه بالانزيمات. وبالتالي هنا الجزء ده مهم قوي في معرفه نوعيه الفضلات اللي نازله على الفرش، يا اما فضلات معويه او فضلات جايه من الاعورين، او بنقول عليها فضلات اعوريه. ليه الجهاز الهضمي مهم قوي وليه الجهاز المعوي مهم قوي وسلامته مهم قوي؟ لان هو له وظائف كثيره جدا، وظيفه افرازيه ان هو بيفرز انزيمات ويتم الهضم، وظيفه امتصاصيه، وله ايضا كمان وظيفه مناعيه، لان عليه الغشاء المخاطي اللي بيكون عليه المناعه الموضعيه اللي هو قلنا عليها اي جي اي. معظم التحصينات بتاعتنا بتبقى عن طريق ميه الشرب، وخصوصا في قطعان كبيره، والمناعه المتكونه بتبقى دايما خاصه بالامعاء، بتبقى في صوره اي جي اي. الاي جي اي ده من الحاجات المهمه قوي. اذا ما حصل تعرض او وعكه في الجهاز الهضمي للطيور او الجهاز المعوي للطيور، المناعات الموضعيه ديت بتقع او بتقل كفاءتها، وبالتالي بنخش في مشاكل اخرى. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي مشاكل في الجهاز المعوي في الطيور؟ اهم مرض على الاطلاق هو مرض الكوكسيديا. مرض الكوكسيديا من الامراض الهامه جدا، وبيسببها مجموعه من الطفيليات وحيده الخليه، او بنقول عليها بروتوزوا، من مجموعه الايمريا او من جينس الايمريا، اللي بيجي في الدجاج تحديدا من جينس الايمريا. جينس الايمريا عندنا انواع عديده كده، زي ايمريا سيلفولينا، ايمريا ماكسيما، ايمريا تينيلا، ودي 3 انواع مهمه قوي في التسمين، ومسؤولين عن حسن الامتصاص وحسن وسلامه الجهاز المعوي في الطيور. اذا حصل مشكله بهذه الطفيليات بيبدا يحصل عندي مشاكل ويحصل عندي سوء امتصاص. من الميكروبات ايضا اللي بتعمل مشاكل وتيجي دايما تتبع مشكله الكوكسيديا هو مرض الكوليستيريديا، وخصوصا اللي هو نكروتيك انترايتس، او ما يطلق عليه دلوقتي بالكوليستيريديا انترايتس. الكوليستيريديا انترايتس مشكله دايما بتبقى موجودة، الميكروب موجود طبيعي في الأمعاء بتاع الطيور، ولكن في الطيور السليمة ما بيعملش مشكلة، ولكن في لما بيحصل انجري أو بيحصل دي فيتاليزيشن للميكوزا بتاعة الأمعاء، بيبدأ يحصل مشكلة نتيجة الإصابة بالكوليسترول دي. وبالتالي السيطرة الجيدة على الكوكسيديا بيتبعه سيطرة جيدة على الكوليسترول دي. ولكن هناك أسباب أخرى قد يكون لها دور في نشاط الكوليسترول دي، ولكن أهمها على الإطلاق هي طبعا نوعية العلاج اللي احنا بنقدمها للطيور، وتكون مناسبة لكل مرحلة عمرية. السب كلينيكال كوكسيديوزيس، السب كلينيكال كوكسيديوزيس ممكن يعمل لي مشكلة تأثر على الإنتاج، تأثر على معامل التحويل، ولكن ما اشوفش مشكلة إكلينيكية.
ولكن ايضا بتبقى موجوده معاها الكوليسترول. فمهم قوي ان احنا نحافظ دايما باستمرار على سلامه الجهاز المعوي في الطيور باستخدام البرامج الادويه المناسبه للتسمين واضافات العلف المختلفه، وايضا نسيطر على مشكله الكوليستريديا علشان ما يحصلش عندي خسائر في عمليات الوزن والتحويل. شكرا والسلام عليكم.